هذا وقد اجرى مفدنا الى المنامه محمد عبد الله لقاء خاصا مع احمد طريفي رئيس قطاع الشؤون العربيه والافريقيه بوزاره الخارجيه البحرينيه حول مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه المنامه، نتابع مع حضراتكم. السيد احمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربيه والافريقيه بوزاره الخارجيه في مملكه البحرين، اهلا بحضرتك اهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن وصول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المنامه للمشاركه في اعمال الدوره الثالثه والثلاثين للقمه العربيه العاديه. كيف ترون المشاركه المصريه على اعلى مستوى في اعمال هذه الدوره يا فندم والتاثير الوجود المصري على الملفات المطروحه على القاده العرب؟ نعم في البدايه طبعا نرحب بوصول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه الى مملكه البحرين. يحلوا اهلا ويطاوا سهلا في مملكه البحرين وهذه المشاركه على اعلى مستوى من جمهوريه مصر العربيه تؤكد بأن مصر حريصه كل الحرص على نجاح هذه القمه التي تعقد في ظروف بالغه الحساسيه وشديده الدقه. الدور المصري مقدر جدا ونحن في مملكه البحرين على تطابق كامل في الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الاقليميه والدوليه ولعل الزياره الاخيره التي قام بها سيدي حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الى جمهوريه مصر العربيه تؤكد مستويات التنسيق والتشاور التي وصلت بين البلدين، والتي اعتقد بانها اصبحت نموذج في العلاقات العربيه و... العربيه، وكذلك على المستوى الدولي ايضا. فاهلا وسهلا بضيف البلاد الكبير، وهذه المشاركه مقدره، واعتقد ستشكل اضافه كبيره الى المستوى مخرجات القمه ومستوى القرارات ايضا التي ستصدر والتي هي الان على طاوله القاده العرب والتي سوف يتناقشون حولها وستكون مخرجاتها في قمه البحرين باذن الله المملكه البحرين فندم دعت الى مؤتمر عالمي وقمه عالميه للتعامل مع ملف عمليه السلام هل هذه خطوه استباقيه ام خطوه تفاؤلية تسبق اجتماعات وزارة الخارجية واجتماعات القادة العرب إن شاء الله غدا في البحرين نعم في الكلمة الافتتاحية لسعادة وزير خارجية مملكة البحرين دكتور عبد الطريف بن راشد الزياني أثناء افتتاح الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية تحدث حول مبادرة البحرين وأن مملكة البحرين تعتزم استضافه مؤتمر دولي للسلام من اجل مناقشه القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين. اعتقد بان هذا الجهد الذي تقوم فيه مملكه البحرين وهذه المبادره تحديدا تؤكد موقف مملكه البحرين الثابت والراسخ تجاه دعم الاشقاء الفلسطينيين وصولا الى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكامله غير القابله للتصرف واقامه دولته القابله للحياه وكامله السياده وايضا حصولها على العضويه الكامله. لدى الامم المتحده وهذا الجهد ايضا يتط... ي... يعني ينسجم تماما مع الموقف الرسمي المصري نحن ايضا اعلنا بكل وضوح عن موقفنا تجاه كل ما قامت فيه جمهورية مصر العربية وتحديدا في رفض التهجير القسري لسكان غزة تجاه أي منطقة هنا أو هناك نحن نؤمن تماما في مملكة البحرين بأن أمن جمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومن الأمن القومي العربي كافة شكرا جزيلا الشكر السيد أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية بمملكة البحرين شكرا جزيلا كيفان شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا.